عاش نزلاء السجن المركزي بالقنيطرة أمسية اختلط فيها العود بالشعر والزجل، وذلك في إطار الدورة الجديدة للمقهى الثقافي. وتندرج هذه التظاهرة التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع دار الشعر بتطوان تحت شعار الشعر في السجون في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسجين، بهدف تشجيع السجناء على الاهتمام بالثقافة والتفاعل مع شخصيات من عالم الفن. هذا كله يدخل في إطار انفتاح المؤسسة السجنية على العالم الخارجي، وكذلك إدخال مجموعة من الشخصيات والأعلام الأدبية إلى داخل المؤسسة للالتقاء بالسجناء. تظاهرات الشعر في السجون اليوم ستكون بداية لتظاهرة تنتظم كل سنة، ستظل هذه التظاهرات تقام هنا في السجن المركزي بالقنيطرة، تظاهرة الشعر في السجون، وكانت البداية اليوم من خلال استدعاء 3 أصوات شعرية باذخة وزاخرة، وقدمت الكثير للمشهد الشعري والزجلي بالمغرب، وتعلق الأمر بالشاعر الزجال أحمد المسياح والشاعرة عليا الإدريسي البوزيدي والشاعر رشيد الياقوتي، كل هذا على إيقاعات عود الفنان وعازف العود المغربي الأستاذ الحاج يونس. وتندرج هذه التظاهرة في إطار جيل جديد من المبادرات والبرامج التي تعتزم المندوبية العامة تعميمها من أجل تحسين القدرات المعرفية للسجناء واكتساب ذكاء اجتماعي جيد من خلال التفاعل مع المثقفين المغاربة.